القايمة المبدئية للمحترفين في غينيا وأثيوبيا، والقايمة شهدت 11 اسم. طبعا عارفين ان مش كل الاسامي ممكن تستدعى في القايمه النهائيه للمنتخب، لكن لازم يتم اعلان انديه المحترفين دول بان هم ممكن يتم استدعائهم في اي وقت من دلوقتي. القايمه شهدت تواجد اول حاجه طبعا نجمنا المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، ومحمد النني نجم أرسنال الإنجليزي، محمود حسن تريزيجيه نجم باشاك شهير التركي، عمر مرموش نجم شتوتغارت الألماني، ومصطفى محمد طبعا نجم جالاتا سراي التركي، وأحمد حسن كوكا من كونيا سبور التركي، مصطفى فتحي من التعاون السعودي، أحمد حمدي من مونتريال الكندي، وسام مورسي يعود من جديد للقائمة المبدئية طبعا للمحترفين في المنتخب الوطني بعد غياب من أكتر من 3 سنين. سام مورسي بيلعب دلوقتي في إبسويتش الإنجليزي، وده نادي في دوري الدرجة الأولى بالدوري الإنجليزي. أحمد ياسر ريان من ألتاي سبور التركي، وكريم حافظ من مالتيا التركي. وبرحب تاني بمحلليني محللين كورة بلس أحمد جواري، برحب بيك من جديد. داود برحب بيك من جديد. طبعا سمعتوا معايا القائمة المحترفين المبدئية لمنتخبنا الوطني، عايز أسمع تعليق من كل واحد فيكم سريعا قبل ما نتكلم عن مباراتنا النهاردة. نبتدي مع داود. أنا شايف أنه الكابتن إيهاب جلال تقريبا استدعى كل المحترفين اللي يقدر يستدعيهم باستثناء اللعيبة اللي ممكن تكون غايبة للإصابة زي حجازي. يعني إحنا زي ما قلنا هي قائمة مبدئية، مش كل اللعيبة هتكون موجودة، لكن هو لازم يختار الانديه بشكل مسبق عشان يكون كل اللعيبه جاهزه، ومش عارف ممكن يحتاج لمين، او ممكن بعض اللعيبه ممكن حتى يكون عامل حسابه ان بعض اللعيبه تخرج لكن تحصل اصابات تدخل الدوري المصري لا قدر الله، فيضطر ان هو يلجأ لبعض اللعيبه. فهو قائمه منطقيه، قائمه متوقعه وفقا لفكره انك لازم تختار الانديه عشان لو احتجت اي لاعب تقدر تستدعيه، فهو امر منطقي جدا ان هو بيدي استدعاء لجميع اللعيبه المصريه. لكن انا شايف انه الانديكيشن الاكبر او المردود الاكبر بالنسبه لنا هتكون لحظه اختيار القائمه النهائيه. مين من دول ممكن ما يكونش موجود في القائمه النهائيه؟ الكابتن ايهاب جلال للمنتخب الوطني للمباراتين طبعا غينيا واثيوبيا. انا شايف انه كريم حافظ الموسم الحالي، يعني ممكن كريم حافظ الموسم الماضي عمل موسم جيد جدا، لكن الموسم الحالي مش بيقدم افضل اداءات ليه، خاصه كمان ان احنا في المنتخب موجود احمد فتوح بيقدم بشكل مميز جدا، فممكن كريم حافظ. سام مرسي انا منتظر جدا اعرف هيكون موجود ولا لا، لان ده هيوضح لنا برضو رؤيه كابتن ايهاب جلال خاصه لنقطه نص الملعب، واحنا عارفين طريقه كابتن ايهاب جلال وازاي اهميته بلعيبه خط الوسط ونوعيه اللعيبه اللي بتكون موجوده. احنا شفنا تقريبا هو كان واحد من المدربين المصريين القلائل اللي استغنى عن لعيب نص الملعب اللي هو رقم 6 وكان بيروح لخيارات ثانيه لحساب لاعب عنده كوره افضل زي هشام محمد في اوقات كتير في تجارب سابقه. فانا شايف ان خيار سام مرسي هيكون مهم جدا وقت اعلان القائمه النهائيه. فيما عدا ذلك بعض الخيارات معظمها منطقية. أحمد حمدي بينضم لأول مرة للمنتخب لكنه لاعب شاب وواعد جدا، ومع فريقه مونتريال الكندي بيقدم أداءات جيدة جدا، وده قد يكون الوقت المناسب اللي احنا نبدأ نشوفه للمنتخب زي ما حصل قبل كده مع عمر مرموش. باقي الأسماء هي تقريبا القوام الرئيسي للمنتخب سواء على مستوى ال 11 لاعب أو حتى على دكة البدلاء. جوهري، ايه رايك في قائمه المحترفين المبدئيه لمباراتي غينيا واثيوبيا اللي اعلنها كابتن ايهاب جلال منذ قليل؟ هي مش مفاجاه، وهو ما فيش حاجه غريبه، لان هم دول تقريبا المحترفين الموجودين. كنت هضيفي اسم حجازي وكهربا، يمكن كهربا هو اللي تم استبعاده تماما، يعني ما اعرفش هو هيتحسب بقى هل هو محلي بحيث ان هو يرجع ولا حجازي ولا لسه. لا انا بتكلم على كهربا، لا انا بتكلم على حجازي لسه راجع من الاصابه، طبيعي جدا ان هو يبقى مش موجود. انا بس هقول حاجه ومختلف مع داود في حته، تخيل ان سام مرسي بالنسبه لي، يعني بالنسبه للعيبه اللي موجوده، تخيل ان هو ممكن يبقى بعيد، لان انت عندك بتتكلمي في النني، عمرو السوليه، احنا حتى لو هيلعب دبل ايت كابتن ايهاب جلال يعني مش مركز 6 زي حمدي فتحي او طارق حامد، كمان محليه كبيره مهند لاشين ودونجا. تخيلي ان الحته دي شويه ممكن تبقى مفوق قفشه، ممكن بالنسبه له يلعبها له بطريقه كابتن ايهاب جلال، ممكن يقنع عبد الله السعيد ان هو يرجع تاني للمنتخب. عشان كده يا جوهري انا قلت هي هتبين لنا الفكره، يعني استدعاء ممكن يبقى عنده علامات استفهام على اللعيبه اللي متاحه. بص هي في رايي ان هو بالظبط ان عدم استدعاء ممكن يبقى هو المنطقي، يعني شايف ان احمد حمدي ممكن يبقى ليه دور مع كابتن ايهاب جلال. ممكن، لان كابتن ايهاب جلال اساسا بيعتمد على فكره ان في مركز 10 بيحب ان يبقى عنده لعيب مركز 10، فمركز 10 اصلا في مصر قليل جدا. احنا بنتكلم في قفشه، بنتكلم في عبد الله السعيد، وعبد الله السعيد اعتزل دوليا، فتخيل ان احمد حمدي ممكن يبقى موجود. اللي انا مثلا هشوفه
مش كفكره كابتن ايهاب جلال، بشوف ان عموما احنا طبيعه المدربين او في المواقف المشابهه دايما المدرب لما بيمسك مكان اي مدرب قبله بيحاول يبان ان هو مختلف شويه، دي طبيعه بني ادمين. انا بتكلم على حاجه كده في العلم النفسي، سيكولوجيه المدرب كده. فانا مثلا انا احط نفسي كابتن ايهاب جلال، الشارع المصري كان متضايق من كوبر، متضايق من اجيري، متضايق من كارلوس كيروش على فكره ان احنا عندنا تحفظ دفاع. انا بقول الشارع المصري ما بنقولش احنا كمحللين، قناعاتنا الشخصيه، قناعاتنا الشخصيه. انا كنت مقتنع ان كيروش مدرب هايل، وبالتوفيق لكابتن ايهاب جلال طبعا. اي حد هيمسك منتخب احنا في ظهره يعني، بس انا بتكلم ان كابتن ايهاب جلال معروف عنه ان هو كورته هجوميه، بس المصريين دايما بيحبوا يشوفوا الكوره حلوه. ايوه ما انا نفسي بقى دي حلو، وزياده عليها هيبقى عايز يقول على يحاول يراهن على لعيبه جديده كانت بعيده بالظبط تنسفه، زي ما كيروش عمل مع محمد عبد المنعم، مع احمد عبد القادر، مع تخيلوا ان كوكا احمد ياسر ريان ممكن يبقوا رهانات مع كابتن ايهاب جلال، ممكن واحد منهم او الاثنين، ممكن وارد جدا مع مصطفى محمد ان هم يبقوا موجودين، وان انا ايه احط حد فيهم بحيث ان انا اراهن عليه، ده وارد جدا، خصوصا ان انت عندك المساحه وعندك كوقت كتجربه جديده تقدر ان انت تحط زي ما بيقولوا التاتش اللي هو يقدر